السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما عندنا بروجكت براوزر، فاحنا برضو عندنا سيستم براوزر. طب لو احنا عايزين نظهره، اي ظهر بتروح الكومنت فيو وتقول له انا عايز سيستم براوزر. ده بتلاقيه مسمهم لك بقى ميكانيكا، بلومينج، بايبنج، الكتريكال وهكذا. فتقدر تشوف اي سيستم مع بعض، تقول له مثلا عايز الكتريكال، دي السيستم بتاعت الباور. اي باور فيو بتقدر تعمل عليه سيلكت، تقدر تعرف عنه التفاصيل بتاعته، تقدر ان انت تشوف قلب اللوحة. ممكن تقول له مثلا عايز اعمل سيلكت، ممكن تقول له طبعا عايز اعمل شو، ابدا ان نشوفه. يبدا بقى يفتح لك الفيو اللي ممكن تشوف منه السيستم بتاعك. فده بيفيدك انك تعمل تشيك سريع على السيستمز اللي عندك، وبيديك معلومات، يقولك بس ان الفلو قد ايه، السايز قد ايه، السبيس قد ايه، وتقدر تتحكم ايه الحاجات التانية اللي انت عايز تظهرها زي ما تشوفوا مع بعض دلوقتي. فبيجيب لك اهو السيستم، وتقدر تقول له شوف، هيفتح لك فيو تاني، او تقول له كلوز وتبدا تتعامل معاه هنا بالشكل دوت. وهنا بيقول لك انت عايز تشوف سيستم ولا زون ولا اناليتيك سيستم. طب انت عايز تشوف كل الديسيبلين ولا ديسيبلين معين. اوتو فيل الكولوم. طيب خلينا نشوفها بشكل اكبر. هبدا اسحبها كده واوسعها بالشكل دوت، فتبدا ان انت تشوف كل حاجه. ممكن هنا اقول له انا عايز هنا مثلا الكتريكال، عايز اشوف الديستريبيوشن سيستم، وعايز اشوف الريتنج. فيبدأ ان هو يظهر لي الكولومز ديت. اقدر اسحب ديت بالشكل ده بحيث ان انت تشوفهم. هذا هو الديستريبيوشن سيستم والريتنج. لو طلعنا فوق خالص هتلاقي انا اساين، دي حاجات لسه ما اتحطتش في سيستم معين، فتقدر ان انت تشوفهم وتعملهم تشيك وتتاكد ان هم كلهم موجودين في سيستم، على اساس يبقى ايه الموضوع منظم بشكل افضل. مثلا هيدروليك ريتيرن، في بعض العناصر لسه متحطتش، فتبدأ انت تشوفهم تعملهم حاجة خاصة بيهم. تقدر تدوس كده وتقول له شو، فيبدأ يوريك في انهي فيو اهوت. فنقدر نحن نقول له كلوز ونبعد السيستم براوز، بحيث ان احنا نشوف العناصر اللي احنا عايزينها، نقدر نختارها ونقدر نحطها تبع اي سيستم احنا عايزينه.